معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد ماهر، مرحبا بك معنا. أين نحن من السلام المنشود في اليمن قاطبة؟ طبعا الأحداث التي تحدث الآن في اليمن في إطار وجود ميليشيات الحوثي الإيرانية لا يوفي إلى وجود أي سلام. في ظل العالم الذي يحتفل باليوم العالمي للسلام، نحن في اليمن نشهد كل يوم جريمة جديدة، نشهد كل يوم قضية جديدة، نشهد جرائم يدشها ميليشيات الحوثي. من هي الدليل أن هذه الميليشيات لا تعيش سلام ولا تعمل من أجل السلام، ولكن وجدت من أجل التسيير وأجل تدمير الأرض وإخراب المؤسسات العامة ونشر الفوضى والجرائم في كافة أرجاء المحافظات اليمنية. وما نشهده اليوم من اشتباكات في محافظة شبوة وبعض الجبهات وفي الساحل الغربي من دمار وقتل وغدائر ترسل هنا وهناك، دليل أن هذه الميليشيات الإرهابية لا تفرق عن الجماعات المسلحة مثل القاعدة وداعش وباقي التجمعات العسكرية الغير رسمية. وكل هذه الأحداث تعي أن اليمنيين في حالة صراع دائم مع هذه الميليشيات المسلحة التي لا تعي معنى السلام ولا تحمل من أجل السلام. وكيف يمكن تحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون؟ لن يستطيع اليمنيون أي سلام صار وكل هذا لأن ليس معهم وجود الآن ما ظل ما دام هؤلاء لها السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى بعض المحافظات الجمهورية. سوف ينعم اليمنيين بالسلام تتخلص من هذه الجماعة السلالية الكفرية الإرهابية وتعود مؤسسات الدولة الرسمية من العاصمة صنعاء وفي كافة أرجاء المحافظات. اليمنيين يريدون السلام ولكن الميليشيا الحوثي لا تعيد ذلك ولا تلتزم بأي اتفاقية دولية. في ظل الحوارات السابقة والاتفاقيات لم نرى أي بوادر السلام من ميليشيات الحوثي، بل لا زالوا يستخدمون أبشع الأساليب لتعذيب الشعب اليمني اقتصاديا وسياسيا وحتى في الجرائم المدنية التي يتسببها بحق المواطنين وإصدار الأحكام الغير قانونية للمحاكم غير معترف بها، وآخرها كانت إعدام 9 أشخاص أثناء اتهامة بجريمة لم يرتكبوها وبقضاء غير رسمي غير تابع للدولة، لأن هؤلاء يمتلكون المجازر بحق اليمنيين. لذلك نقول أنهم لا يعم على السلام ولا نعم نعم وضحت الفكرة. شكرا للصحفي أحمد ماهر، كنت معنا عبر الهاتف.